إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور. من مدة وعدتكم أني نعملكم فيديوهات متاع صناعة المكنات الكبار وغيره بأنفسكم، لأنه أسعارهم باهظة كثير الثمن، وفي كثير من الأخوة اللي إما يكونوا هو تحبوا يعملوا حاجة لنفسهم في البيت، أو يحبوا يعملوا مثلا يحلوا ورشة صغيرة وكذا، ما بيلحقوا في البداية حتى يشتروا الآلات والمعدات اللي لازم يشتروها. واليوم إن شاء الله أخواني مش نبدأ أول فيديو في هذه قائمة التشغيل اللي مش نعلمكم فيها صناعة تقريبا جميع مكنات النجارة أو يعني والحدادة وغيره للهواة. فمشاهدة طيبة للجميع، ولا تنسوا الاشتراك في قناة فكرة ديكور وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الفيديوهات القادمة. بالنسبة للفيديو متاع اليوم باش نبداو مع بعضنا نصنع طاولة الراوتر بطريقة بإذن الله بروفيسيونيل، لأن احنا العرب ما احناش أقل فهم أو خبرة من الأوروبيين اللي أنا تو الآن يعني نعيش أنا وياهم. فإخواني تابعوا الفيديو وعاودوا ورايا إن شاء الله وبتصير عندكم آلة هيك. أول حاجة نصنعها في طاولة الراوتر شنية هي؟ لازم يكون عندنا الليفت. الليفت هو المصعد اللي بيطلع الراوتر الفوق وينزله حتى نعدل به يعني الارتفاع متاعه. هذا لازم دائما يكون دقيق جدا. توا مش نمرولها ونشوفوا كيفاش نقوموا بصناعة المصعد هذا اللي هو الحاجة الأساسية في طاولة الراوتر. ولينا اخواني نشوفوا مع بعضنا، هذا هو الراوتر اللي مش نخليه في وسط طاولة الراوتر. نبدأ بعملية التفكيك متاعه. اول حاجه البلاستيكه هذه اللي من تحت ما تلزمناش لانها تخسرنا مساحه، اللي هي هذه من بعد لما بيطلع بنشيلوها. شلتها انا خلاص بالبراغي. ثاني حاجه نبداو في عمليه التفكيك. اخواني شوفوا مع بعضنا، قطعت 12 قطعة حديد 20 على 20، يعني هذه الحديد 20 على 20 ملم، 2 على 2 سنتي، السمك متاعها 2 ملم. شنو هما المقاسات متاعهم؟ الاربع حديد الاولين اللي هما اصغر حديد لازم يكون العرض هذا الطول هذا متاعهم نفس العرض متاع القاعدة متاع الراوتر متاعكم، فهمتوني؟ الاربع قطع الثانية اكبر منهم شوية يكونوا مرة ونص أطول من هذا الطول. شفتوها أطول منه تقريبا بالنصف مرة، يعني لو تخليه هيك. والأربع قطع الأخرانيين أنا نقول لكم من غير ما تحسبوا طوالي عملوهم 50-55 سنتيمتر، بين 50 و55. خلاص توا واش نعملوا؟ توا لازمنا نقوموا بالعملية هذه. ناخذ القطعة الأولى الصغيرة وناخذ القطعة الثانية المتوسطة ونلحمهم هكذا الصغيرة في داخل المتوسطة، فهمتوني؟ نعمل بهم مربع، يعني 2 صغار و2 متوسطين بالطريقة هذه، مستطيل يعني هكذا. خلاص هوب، ونقوم باللحام نتاعهم. عملية اللحام نتاعهم من الأحسن حتى يكونوا الزوايا 90 درجة بالضبط، هذوما الزوايا عند اللحام. من الأحسن أنكم تستعملوا المغناطيسات هذوم، هذوم المغناطيسات اللي يساعدوا في اللحام، اللي هما من الانواع هذم احجام واشكال وانواع مختلفه، واللي جهزت لكم فيديو خاص بهم وكيفيه الاختيار نتاعهم الصحيحه ومنين تشتروهم وشنو هي الاستعمالات نتاعهم. ان شاء الله قريب سينزل على القناه. بالنسبة لعملية اللحام وطريقة اللحام وكيفية اللحام الصحية وكيفاش تتعلموا من الصفر انكم تلحموا كهوات وكذا، كنفس الشيء عندكم قائمة تشغيل كاملة فيها 2 أو 3 فيديوهات، وما زالوا بينزلوا فيديوهات قادمين ان شاء الله فيهم كيفاش تقوموا من الصفر تتعلموا اللحام. خليلكم كذلك نفس الشيء الرابط متاع تعليم اللحام من قناة فكرة ديكور في علبة الوصف اسفل هذا الفيديو، او كذلك على الدائرة البيضاء في اعلى هذا الفيديو الان اللي تشوفوا فيها. لهنا اخواني كما تشوفون بعد ما قمت بصناعة المستطيل الاول والحمته، عودت هو نفسه من تحت وخليت ما بيناتهم هذه الاعمدة اللي طولها 50 سنتيمتر اللي وريتهمكم، اللي هي اطول اعواد حديد عملنا به. وتوا نقوم بالدهن متاعه حتى ما يصدي بعدين في طاولة الراوتر. الان اخواني شوفوا مع بعضنا، هذا هو الصندوق اللي قلت لكم عليه جاهز، شفتوه المكان هذا لازم ندخلوا فيه الرأس هذا. ك
كما قلت لكم لازم اجيب الضابط في القياس، يعني يدخل لم غاصب شويه ما يدخل سهل، فهمتوني؟ لهنا كما تشوفوا عندي هذه الصمونة المطولة، نحب ندخلها في هذا الحفر اللي كانت فيه البلاستيك هذا اللي بيقيس المقاسات في الرد اليدوي، لكن هي كبيرة ما بتدخل، فهمتوني؟ إذا كان ركب واحدة أصغر يصير العود متاعها من بعد ضعيف، الصمون البولون، لذلك مش نقوم بالحك متاعها حتى تصير مدورة وتدخل هنا، فهمتوني؟ في الحفر هذايا. باش تصير مدورة لها، إذا كان ما عندكمش مكنة متاع خراطة متاع حديد، أنا لهنا ما عنديش، عندي في المصنع هناك، تقدروا تستعملوا الطريقة اللي مش نعملها أنا. شوفوا معايا، خذيت الدريل قصيت عليها قطعة متاع بولون، ركبت عليها صمونة الأولى، من بعد نركب الصمونة هذه متاعي، فهمتوني؟ خلاص هكذا. بعد نكبس عليها بالصمولة هذي باش متقعدش ماشي تمشي وتجي. بعد ما نكبس عليها لازم نركب الدريل وناخذ مقابله الآلة هذي متاع الصنفرة، ولا هذي شو يقولوا لها انتم عندكم الصاروخ، وهي تدور هنا هكذا والصاروخ يدور هكذا، ونبدا نمشي ونجيب حتى نحكها باش نردها مدورة، فهمتوني؟ تو بشوفوا كيف ان شاء الله. نحن بالجزء هذا، هذا هو اللي حشنا به، وهذه هي القطعة اللي قمنا بالتعديل متاعها، يعني بالخراطة متاعها الواش باش تدخل هوني. هنا اخواني شوفوا معايا، هذه كما قلت لكم مش جيل، هنا عملت لكم اثنين فاريونت باش تفهموا، اللي اسهله يستعمل على الطريقة اللي اسأله. اول حاجة تلقاو لها بولت، يعني بولون، انا عندي هذا بالايد بلاستيكيه، احنا بيتباعوا عندنا هذا، اذا كان انت ما عندكش عادي يعني بولت عادي باش يدخل هنا ويدور هكذا، فهمتوني؟ ويضغط عليها، مفهوم؟ مفهوم لما بنركب، فهمتوني؟ فهمتوني. لكن اذا كان مش تخليوه هيك طوالي، تحفروا فيها ثقب صغير حتى تدخل فيه البولت هذا باش ما يخليهاش تدور، فهمتوني؟ فهمتوني. هذا عملتها لكم فقط باش نوريكم، او تستعملوا كيما نعمل هنا، تحنيوا هذه هيك حديده صغيره وتدخلوها هنا، انا حفرت لها اهي هنا، تدخلوها هكذا، يعني بتركبوا هذه هكذا، ومن بعد تدخلوا الحديده هذه لهنا هيك تدخل، ومن بعد لما تركبوا هذا البرغي بيضغط على الحديده، تولي المكان متاع الضغط اكبر ما يخليهاش تدور، فهمتوني؟ فما حاجه اخرى نحب نقولها لكم، لما تركبوا لهنا البرغي من الاحسن انكم تلقاو له لولب بالمقاس نتاعو، انا لقيت هذايا عندي قديم. ليه؟ ليش بفهمكم؟ وتركبوه هكذا، تركبوه مطولي لوحده، تركبوه عن طريق اللولب، فهمتوني؟ يعني هيك وهيك، ومن بعد تضغطوا به هكذا، يعني شوفوا معايا، صعبة شوية حتى ينتركبوا لانه اللولب بيدفع ورا، خلاص لما بتضغط به باللولب، انا مش فهمكم علاش، لانه لهنا بتصير فيبراسيون، يعني ارتجاجات لما بتشتغل بها المكنة الراوتر، حتى ما بيتفتح الصمول او البرغي لوحده شوية شوية وتقع هذه، لازم يكون اللولب بيكون دائما يدفع فيه هيك، فهمتوني؟ يعني بلغة نحنا باد دافلانيوم، ديما دافعه لفوق ما بيخليه يدور، فهمتوني؟ خلاص، تا
توا شوفوا شفتوها ما بتتحرك خلاص ماتت، لانه الحديده بتضغط عليها كامله مو على نقطه واحده، فهمتوني؟ خلاص هذه الواش انا مش نفهمه توا مع بعض. توا اخواني نقوموا بفتح هذا الشربونات باش نرجعوا نركبوا الاكس. توني ريسكوي توني بي شامبان سكوي خلاص نيو توا لازمنا نجهزوا اثنين اجزاء الكترونيه. الجزء الاول مش نعملوه في هذه البوات هذه الكهرباء على الكهرباء، نركبوا فيها ريجولاتور يعني نتاع سرعه لتقويه وتخفيض سرعه الراوتر، لانه انواع الخشب مختلفه، في انواع لازمها سرعه قويه وفيها انواع لازمها سرعه ضعيفه. والازرق هذايا نعملوه القرص نتاع التشغيل اللي مش يكون على طاوله الراوتر ان شاء الله والاطفاء نتاعو. توا حتى نثبت العجلة متاع تعديل السرعة متاع الراوتر مش تدور يمين ويسار، لقيت الغطا متاع قارورة الفانتا هذايا أسهل حاجة يعني، ثقبته على المكان اللي لازم يدخل منه برغي صغير اللي هو هذايا، مش ندخلوه فيه بالطريقة هذه، ومن بعد نقوم بتثبيته باللصق يطلع 6 مليمترات من فوق. حتى من بعد لما نركب ونلصق هذا الغطا مقلوب في هذه العلبة مثل ما تشوفوا الآن، يكون البرغي طالع 6 مليمترات متاعه ويركب طوالي في الحفرة الصغيرة الموجودة في العجلة متاع التدوير متاع تقوية وتخفيض السرعة متاع الراوتر. هذه نتصور أسهل حاجة ليكم يعني أنكم تعملوها، وليلي أنا يعني لقيتها سهلة. توا نقوم بتلصيق البرغي حتى ما بيلعب في مكانه بعدين بالطريقة هذه بواسطة هذا المسدس متاع اللصق، ونخليه ينشف شوية، ومن بعد نركبها في مكانها ونركب فوق منها الغطاء اللي قلت لكم عليه، هذه العجلة اللي تشوفوا فيها السوداء اللي مش تشوفوها الآن لما بتركب، حتى تصير يعني تشتغل طوالي وما تهرب يمين ويسار، تكون معدلة مثل يعني الأشياء اللي بتتباع في المغازات في المكنات الكبيرة إن شاء الله. من بعد ما نشف اللصق وصار البرغي ماسك جيدا، لازم نركب الغطا هذايا ونلصقه في وسط هذه البوات يعني في هذه الحكة هكذا حتى يكون بالضبط في الوسط، باش من بعد نثبت فوق منه في الوسط يعني الدائرة هذه اللي تشوفوا فيها اللي مش تدور السرعة اللي قلت لكم عليها، يعني بالطريقة هذه الركب إن شاء الله. من بعد ناخذ اللصق ونقوم بالتثبيت نتاعها باللصق هذايا جيدا مع هذه يعني الحكة البوات هذه. Stop!
احنا هنا ركبناهم هكذا الخيوط، عوديناهم يعني وقتي حتى نجربوه عشان نطول الخيط. من بعد هذا هو البلوك اللي صنعناه، البلوك هذا متاع اللي قلت لكم عليه. هنا ركبنا هذا المصمم هذا مع الخيوط اللي جايين لهنا باش ما يتقواش الكهرباء على المحرك. تو ان شاء الله مش نجرب نركبوا الشوتكي اللي هو معنا. تو اخوانا كيما قلت لكم باش نتاكدوا للعمل نتاعنا ماشي منظم لازم نجربوا قبل كل شيء باش نكملوا نواصلوا المرحله اللي بعدها. تو انا مش نجرب يشتغل ولا ما يشتغل اللي صنعته. لهنا كما تشوفوا امورنا واضحه والمعدل نتاع القوه نتاع الراوتر شغال، نواصلوا العمل نتاعنا. توا نجيو للميكانيزم باش نعملوه باش نطلعوه وننزلوه. عندي المثقاب هذا اذا كان فما الناس الكبار في السن بيتذكروا، هو حتى انا يعني نتذكر ابويا كان عنده في تونس منه قديم هيك مثقاب هيك. يعني هي عندي هذا سوفياتي، انتم اللي عندكم يقدر يكون فرنسي قديم او حاجه هيك. به لكن موجودين هذو 100% لاني نتذكر انا صغير ابويا كان عنده منه. اش مش نعمل له هذا؟ علاش اخذته هو بالذات؟ لانه الدوره هذه من هنا دوره واحده بتعمل 5 دورات هنا، فهمتوني؟ يعني هنا فما ريديكتور. اش معناتها؟ اذا كان نعملوا طاوله الراوتر الدور دوره بدوره، يعني تدور دوره بتطلع دوره، ما بتقدر تثبت بالضبط المليمترات، فهمتوني؟ لذلك شنو نعمل يعني نقلبوه بالعكس، تصير الايد مش نعملوها من هنا اللي مش تدور، يعني تولي لهنا هذه تدور دوره، وقت اللي هذه تدور 5 دورات، يعني لازم ندور 5 دورات كاملين باش ندور هذه، يولي نجم نسهل عليه عمليه التعديل نتاع الرفع والتنزيل حتى نجيبها بالضبط. عمليه احنا نقولوا احنا فريزيروفكا نتاع الراوتر، فهمتوني اخواني؟ دو نشوفوا ان شاء الله نفركوها هذه ونشوفوا ايش فيها ونعبيو لها ونشحموها شويه حتى لانها قديمه كثير عمرها تقريبا لحظه نقول لكم 1981 مصنوعه، يعني قديمه ياسر. خلينا نفركوها ونشوفوها كيفاش ونركبوها مع بعضنا. تفضل. هنا كما تشوفوا هذا هو الريديكتور اللي من داخل. لهنا كما تشوفوا نثبتوا وحدات الفتح هذه عن طريق الثقب هذايا مع الثقوب هذه على الجوانب اللي كانت ماسكه فيها الايدي نتاع الراوتر، الواش باش تقيون عمليه التصعيد والتنزيل كذلك 100% بالمليمتر مستويه من اليمين ومن اليسار، فهمتوني اخواني؟ يعني تكون بالوحده اللي مش مكبوها نتاع الدريل القديم اللي وريته لكم، وكذلك هذو مع اليمين وعلى اليسار باش ما يخليوهاش يلعب اليمين واليسار جمله، فهمتوني؟ ولهنا بعد ما نثبتوا الناحيه الاولى مع الاماكن اليد نتاع الراوتر، نثبتوا الناحيه الثانيه عن طريق الحدايد هذه اللي قصيتهم بنفس العرض، وكما تشوفوا نثبت فيهم بالبراغي على اليمين وعلى اليسار. من بعد نثبت معاهم عن طريق اللسان اللي طلعته من وحده فتح الادراج اللي هي هذه اللي تشوفوها الان، حتى تكون مثبته 100% و90 درجه. يا
ونعاود نفس العملية من ناحية ثانية كذلك. هنا كما تشوفوا قمت بلحام الشبيلكة هذه مع المكان اللي بيدور مرة مقابل 5 مرات من الأمام في هذه الدريل القديمة، وثبتته بلحام جيدا. طول متاع الشبيلكة هو 33 سنتيمتر. هنا كما تشوفوا مش نعاود نجمع الراوتر من أول وجديد، يعني ندخل الشبيلكة اللي لحمت هذه في المكان هذية اللي كان فيه الوحدة البلاستيكية اللي تعدل الارتفاع متاع الراوتر اليدوي، ونعاود نركبه في مكانه واحدة واحدة. والان كما تشوفوا اخواني كل شيء عندنا مثبت، لازم هذه الشبيلكه اللي تشوفوا فيها تدور وتدخل في الصموله اللي عملناها خراطه وركبناها حتى تدخل فيها وتوصل لاخر مستوى من قعر الراوتر كما تشوفوا الان شفتوها. ومن بعد نثبتوا الدريل هذايا القديم مقابله بآلة اللي حامنا، ثبتته شويه لسه ما ثبتته كامل حتى يصير هكذا. لما ندور بالطريقه هذه كل 5 دورات تعمل دوره في الشبيلكه تدور في وسط هذه الصموله اللي عملناها في اللي عملناها بواسطة هذه الخراطة اللي هي وثبتناها على الراوتر، وبذلك تسهل عملية الرفع متاعه والتنزيل متاعه، ويكون الرفع والتنزيل متاعه مضبوط بالمليمتر، ما بيدور معوج، بيطلع مستقيم وبينزل مستقيم إن شاء الله كما تشوفوا لهنا. لهنا اخواني كما تشوفوا هذه هي الليفت او المصعد متاع الراوتر والمكنه كامله ان شاء الله. الكهرباء كما شفتوا جربناها مع بعض شغاله، الوحده هذه متاع الرفع والتنزيل مستقيمه تشتغل ان شاء الله 1000%، امورنا واضحه. الدريل هذايا القديم اللي ركبناه 5 دورات الى دوره واحده، علاش؟ لان بعدين ان شاء الله في الحلقات القادمه ما زلنا مش نعملوا فيه وحده متاع رفع وتخفيض الكترونيه ان شاء الله، يعني بواسطه هذا السنسور مثل في المكنات الحديثة نعدل بالسنسور الارتفاع اللي حاجتي به، وهي لوحدها بترفعه وبتنزله بإذن الله. فهمتوني إخواني؟ ولهنا إخواني كما تشوفوا حبيت نوريكم الطريقة متاع التثبيت متاعه بعدين في هذه الطاولة اللي مش تكون إن شاء الله طاولة 5 في 1، يعني 5 مكنات، وبإذن الله مش نركبوا فيه كما قلت لكم يعني سنسور الرفع والتخفيض متاع المستوى متاعه إلكتروني، ثم نمر لطاولة منشار الطاولة نركبوه من الناحية الثانية، ومزلجة منشار الطاولة، وكثير من المكانات. هذه هو المكان وهذه هي الطاولة اللي مش نركبوا عليها المكانات متاعنا الكل. طاولة الراوتر كما تشوفوا يعني المصعد متاع الراوتر جاهز والراوتر شغال، ووحدة الكهربائية متاع التعديل متاع الرفع والخفض متاعه كذلك، ومتاع قوة السرعة متاعه الرفع والخفض متاعها جاهزة. صحيح الفيديو طويل شوية يعني أطول من العادة، لكن إخواني أقصر من هذا ما قدرتش، يعني قصرت فيه على قدر المستطاع حتى الناس كلها تقدر تفهمني وتقدر تعاود ورايا وتصنع هذه المكنات بسهولة إن شاء الله. بارك الله فيكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناة فكرة ديكور وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع فيديوهاتنا التعليمية القادمة إن شاء الله. وكذلك يعني نرجو أنكم تقوموا بشير أو مشاركة على فيسبوك وتويتر وانستغرام وبقية يعني وسائل الاتصال الاجتماعي لهذه الفيديوهات التعليمية حتى تصل المعلومة إلى عدد أكثر من الناس التي تحتاجها. ودمتم في حفظ الله إخواني الكرام، وإلى اللقاء، نلتقي إن شاء الله في فيديو الجزء الثاني من صناعة المكنات.